زائد وهتلاقيه اختفى وتساقط من الجذور وبدون عودة. وصفة هايلة جدا لإزالة الشعر من الجذور مع تفتيح رهيب، بتشلك وبتنزعلك الشعر من الجذور حتى لو كان شعرك كثيف جدا وبلا عودة مجددا. وصفة لو فوتيها تندمي ندم عمرك، هتخليكي صلعاء ملساء بدون ولا شعرايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناه وصفات سحريه مع مايا. النهارده جايبه لكم اسهل واسرع طريقه لازاله الشعر من الجذور مع تفتيح رهيب للجلد، كمان بتعمل على ازاله الشعر بلا عوده نهائيا. وصفه سهله وبسيطه هتعمليها في دقايق وهتتخلصي من الشعر، اسهل واسرع من الليزر واوفر كمان من جلسات الليزر للعرايس. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره في قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. اول حاجه حبايب قلبي واول مكون معايا، الوصفه سهله زي ما قلت لكم وبسيطه وهتقدري ان انت تعمليها في دقايق، هتخلصك من الشعر بلا عوده نهائيا. هتبداي تاخدي نص معلقه، نص معلقه بس تمام، وخليكي برضو يعني في المقادير تبقى معاكي مظبوطة. هناخد نص معلقة من الملح، ملح الطعام العادي اللي احنا بنستخدمه. الملح من الحاجات اللي بتفتفت الشعراية، كمان بتزلك الجلد الميت وبتفتح. هنبدأ ناخد نص معلقة من الملح، وكمان هناخد على نص معلقة الملح بتاعتي معلقة من القهوة، القهوة العادية خالص، القهوة من الحاجات اللي بتشيل الشعر وكمان بتفتح الجلد وبتشيل الجلد الميت. هنبدأ ان احنا نقلب نص معلقة الملح على معلقة القهوة كويس قوي بالشكل ده. ملحوظة مهمة، القهوة اللي انت هتجيبيها حبيبة قلبي تكون قهوة مش محوجة، لان القهوة المحوجة بتفقد الفوائد بتاعتها بالحاجات اللي بيحطوها فيها. فلما تجيبي قهوة من عند العطار قولي له عايزة قهوة تكون سادة مش محوجة. قلبناهم مع بعض حبايب قلبي بالشكل ده. هنبدأ ان احنا ننزل عليهم بمعلقة من خل التفاح، وممكن هنا لو عندك خل ابيض تحطي خل ابيض، او ممكن تستخدمي خل التفاح بديل عن الخل الابيض، الاثنين هيدوكي نفس النتيجة. فالمتوفر عندك سواء ده او ده استخدميه. وهنبدأ نقلب معلقة الخل كويس قوي على الملح والقهوة كويس جدا، بحيث ان هما يتقلبوا وتحس ان الملح داب شوية مع المكونات بتاعتك. بعد حبايب قلبي ما قلبناهم بالشكل ده، الملح على القهوة والخل، هتبدأي طبعا انا زي ما بقول في كل فيديو ما ينفعش نضيف الخل، سواء خل التفاح او سواء الخل الابيض لوحده، لازم تضيفي معاه يا اما مية ورد يا اما مية عادية. انا هضيف معلقة من المية العادية، طبعا لو عندك مية ورد تبقى حلو جدا، لو حطيتي مية ورد تديكي برضو ريحة حلوة وتديكي نعومة، لو ما عندكيش يبقى هتحطي معلقة من المية العادية. بس الخل لازم يتكسر بمية، ما ينفعش يتحط على البشرة خام. بدأنا نقلب الخل كويس جدا، المية كويس جدا مع المكونات بتاعتي. ومعايا هنا حبايب قلبي نص حباية برتقان، البرتقان من الحاجات اللي بتشيل الجلد الميت والشعر، كمان بتعمل على عجز نمو الشعر بشكل رهيب. هتبدأي طبعا احنا في موسم البرتقان، فالبرتقان متوفر عندك تقدر انك تجيبيه وتحصلي عليه بمنتهى البساطة. احنا هنقطع البرتقانية لحتتين كده قسمين، انا مش عايزة من البرتقان غير نص حباية فقط من البرتقان، وهبدأ ان انا اعصر نص حباية البرتقان على المكونات بتاعتي كويس قوي، وبعد كده هقلب. طبعا القوام معايا بدأ يبقى عامل زي المية كده، هبدأ اقلب نص حبة البرتقان كويس جدا مع المكونات بتاعتي. بعد حبايب قلبي ما قلبناهم بالشكل ده، هنبدأ ان احنا ناخد عليهم ادي معلقة، اتنين، هناخد معلقتين من النشا او الكورن فلاور، وهنبدأ ندوب.
على فكرة الوصفة دي مش بس هتشلك الشعر، الوصفة ديت او هتعجز عندك نمو الشعر، الوصفة دي هتبدأ تفتح معاكي من 3 لـ4 درجات. هنبدأ نقلب كويس قوي النشا مع المكونات بتاعتي كويس جدا لحد ما نحس ان القوام معايا بدأ يدوب تماما. بعد حبايب قلبي ما قلبناهم هتبداي تجيبي المكون ده من عند العطار، سعره رخيص جدا جدا ومتوفر. هتبداي تجيبي معلقه من الجيلاتين، الجيلاتين النباتي او الحيواني عادي، اي نوع جيلاتين متوفر عندك، وهتبداي تدوبي معلقه الجيلاتين بتاعتك على المكونات دي كلها. احنا بنزيل الشعر وفي نفس الوقت بنعجز النمو، يعني 2 في 1. هنبدأ نقلبهم ونقلب معلقه الجيلاتين بتاعتي كويس قوي. هتبداي حبيبة قلبي تعملي قدامك طريقتين، يا اما تاخدي المكونات بتاعتك دي في الميكروويف لمدة حوالي 30 ثانية، يا اما تاخديها على نار هادية جدا جدا وتقلبيها تقلبتين تتقل معاكي، يا اما دي يا اما دي، تمام؟ يا اما الطريقة الثالثة ان انت تقلبيها على حمام مائي لحد ما الجيلاتين بتاعك يدوب. قدامك الثلاث طرق دول علشان تعملي الوصفة بتاعتك، تمام؟ انا هحطها في الميكروويف وهرجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي القوام معايا بدأ يبقى تقيل زي ما انت شايفة بالشكل ده اهو، والقوام بقى زي بقى عامل زي الشمع شوية. هتبدأي بس تقلبيها تقلبتين كده كويس بحيث ان السخونة تبدأ تتشال منها عشان تقدري انك تستخدميها. الوصفة دي زي ما قلت لك، جلد ميت بتشيل، شعر من الجذور بتشيل، جلد اسمر بتشيل، بتفتح كمان، بتخلي الشعر ما ينبضش ليكي تاني وبتعجز نمو الشعر. هتبدأي ان انتي بعد ما تبرد طبعا معاكي عشان ما تبقاش سخنة وتلسعك، هتبدأي تيجي على الشعر الزائد وهتبدأي ان انتي تحطي طبقة كويسة كده على الشعر وعلى الوجه، تحطيها على وجهك كله وتبدأي ان انتي توزعيها على بشرتك كلها طبقة كويسة كده بالشكل ده، وتستني ثواني بسيطة وتعملي لك طبقة تانية، يعني حطيها على طبقتين، على طبقتين هتوزعيها على طبقتين بالشكل ده. بعد حبايب قلبي ما وزعناها على طبقتين هنبدأ ان احنا نسيبها لحد ما تنشف معايا خالص وتعمل طبقة زي طبقة الجلد تماما. تقدري انك تسحبيها عكس اتجاه الشعر، هتلاقي الشعر معاكي بيتشال بمنتهى البساطة والسهولة ومن الجذور، كمان هتبدأ ان هي تسحب معاها بقى الشعر اللي تحت الجلد وتسحب معاها الجلد الاسمر وتفتح جدا. حتى انت لو عملتيها في جزء من جسمك عن جزء تاني اعملي مقارنة ما بين ده وده، دي بتشيل الشعر بشكل طبيعي، بتفتح بدرجة عالية جدا، بتخلي البشرة بيضة زي الفل، كمان الملح والمكونات اللي احنا حطيناها بتعجز نمو الشعر، فبالتالي مش هتشلك الشعر فقط، هي هتعجز عندك نمو الشعر تماما. جربيها حلوة جدا، يا رب اكون قدرت افيدكم. اهم حاجة ان انت لو بشرتك حساسة بعد ما تستخدمي الوصفة ديت وتشيلي الشعر ابدأي ان انت استخدمي اي زيت او اي كريم مرطب او جليسرين علشان ترطبي بشرتك بعد الوصفة علشان ما تلتهبش. يا رب اكون قدرت افيدكم، اشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك فضلا وليس امرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.